مرحبتين بكم أعزائي المشاهدين، يومكم طيب، رمضان كان مبروك. حلقة جديدة من أكلات نجدة، واليوم حنديروا وصفتين. عندنا بطاطا مبطنة، بس مش البطاطا المبطنة اللي نحن نعرفوها، بطاطا مبطنة للناس النباتيين، ديما محرومين في رمضان من البطاطا، يشموها وما يذوقوهاش يعني. وفي عندي الحلو لسان العصفور المعسل. بالنسبة للبطاطا المبطنة حنعطي مقاديرها الأول ونبدأ فيها، وبعدين نحكي عن لسان العصفور. في عندي هنا كروم نتاع الورق العادي مفروم في ست البيت، يعني مفروم ناعم بكل. وفي عندي بطاطا مفرومه، في عندي جزر مفروم، وعندي هنا طحنت اللي هو المعدنوس والكسبر والبصل طحنتهم. في عندي هنا ثوم، عندي البيض عشان نغطي به وبيض عشان نحطه من جوا. وفي عندي شويه فلفل اكحل وملح وفلفل حمر، وفي هنا فيها كرويه وكسبر مهمات جدا فيها، وفي بزار وشويه طماطم معجون مش يعني تعطي هيك شويه لون. وعندي هنا البطاطا، طبعا انا فتحتها اصلا مسبقا الطريقه هذه. وفي خبزه عشان نحطوها من جوا، وخبزه عشان نغلفوا بها. نبدو حميت الطاجين مش بعدين ما يتعبنيش، خلينا نبدو بالمقادير بتاعنا هنا الاولات. زمان طلعت بطاطا مبطنة بالعدس، ما فيش عاد زمان كلمة ترند، بسم الله ما فيش زمان كلمة ترند، ما نقولوش ترند زمان، يعني حاجة طلعت هيك وخلاص. للناس اللي ما يحبوش اللحم فداروا لهم العدس، العدس الأسود كأنه لحم بالضبط في البطاطا، حتى اللي ذاقها يعني قال إنه فعلا هي كأنها عدس، كأنها لحم قصدي. وزمان ما نعرفوهاش كلمة ترند، لكن الناس كلهم في رمضان داروها، يعني تغيير، مش لأن ما فيش لحم، بس في وجدين يقول لك أنا ما نحبش اللحم، فلقيناها سهلة هيك وحلوة، خدت ضجة شوية، مش عارفة إذا كان مازالوا يديروا فيها ولا لا، لكن هذه جديدة وفكرتها سهلة وحلوة، إن شاء الله لما تديروها تعجبكم. هناخذ هنا البطاطا هي الأولى، والجزر، والكرم. تقدروا تديروا أي حاجة، لكن الكوسة ما نفضلهاش، لأن الكوسة تنزل في المية فمش هتخلي البطاطا ماسكة، مش حلوة يعني. هنحاولنا هذينا قبل من حداية. هناخذ هنا البصل والمعدنوس، هناخذ شويه ثوم مش واجد، نحوطهم. نحط شويه فلفل حمر مش واجد، كيف ما تحبوا، تبوها حاره تقدروا. شويه كرويه، كمون حوت، زنجبيل، بزار قصدي، فلفل أكحل، ملح، نحطوا لها زي ما قلت لكم مش واجد طماطم الحكية، يعني باش ما تاخذش كي تقعد حمرا واجد داكنة. نحوجها من جنبي من هنا، هذا مستحق لل هناخذ بيضة عشان نغلفوا بيها، وبيضة داخل، وشوية خبزة مدقوقة في وسطها، شوية مش واجد. هنحط الزيت متاعي نوتيه، في اللي يدير فيها في الفرن، حتى في الفرن راهو تجي حلوة. الناس اللي ما يحبوش الزيوت مثلا، ولا نزيدها كان في الفرن، هي مزيتها ما تجيش متناخن خاب الزيت، يعني يدوبك نحطوا لها طش الزيت من فوق وامورها جدا حلوات، يعني ما تخافوش عليها، تاخذ تقريبا 25 دقيقه في الفرن، ما تحيرش حتى هي. هناخذ الدحيه نتاعتي، نحط لها شويه ملح مش واجد، شوية فلفل أكحل،
نضربها. للناس اللي ما يحبوش اللحم بقر ولا الدجاج يقدروا يديروها بالبقر قصدي والخروف، يقدروا يديروها بالدجاج. الفكره هذه تجي كلها على بعضها ومعها دجاج، يعني مختلفه شويه وراهي تطلع حقيقيه، بطاطا بطنه حقيقيه. خلتو نفرمها هذه مع بعضها، نعجنوها كويس. كان حسيناها شويه كتب بزياده خبزه مدقوقه نزيدوها، لكن انا هيك نحس فيها كويسه. هل نحشيها وبعدين نوريكم كيف تنقلها. ما عرفنا الزيت هذا كيف نديره معه، كان عليناه يبدا يطرشق هيك. القلايه حلوه بصراحه في رمضان، القلايه نحس فيها يعني عمليه اكثر، بس هي مشكلتها بعد ما نستخدموا فيها البطاطا المبطنه خلاص، لان البطاطا المبطنه فيها خبزه وهيك، البطاطا المقليه كويسه. انتم ما تاخذوش الحجم الكبير، خذوا الحجم الصغير بتاع تقريبا حجم 5 بطاطات كويس. عاده في رمضان نحن ما نكثروش كل حاجه منها كم طرف يعني. المقلي واجد في رمضان ممكن يتعب شويه في الليل، دهانات وهكاهي، فديروها في الفرن كان تحبوا. هذه الناس النباتيين باش ما يحسوش ان هم ما عندهمش بطاطا. اهم نحس فيها اهم وجبه انا على السفره، يعني انا شخصيا كان نلقاها كل يوم. في ناس في رمضان عندهم طقوس، عندهم وجبه يديروا فيها يوميا، في اللي يحب البراك يعني يوميا على السفره، في اللي يحب البطاطا المبطنه، كل واحد وش يحب. حودها توا ونبدا نقلي. تمام، حناخذ نفس فكره البطاطا بتاعت اللحم بالضبط، يعني ما فيهاش اختلاف، الاختلاف الوحيد ان هي ما فيهاش لحم. في اللي يحب يسكرها كلها، انا نحب ندير هيك جزء. كي تمام، البطاطا في الاول الزيت نتاعها ساخن، ننزلوها بعدين نوطوا عليها باش تمص السكي وتطيب على مهلها. تمصص هذه مصطلح بنغازي قديم. واجدين في الموسم اللي فات سالوني على كم كلمه، قالوا لي منين تجيبي فيهن؟ كل مرة حتسمع مصطلح جديد. أيوة، ثقافة المصطلحات. حتى تغيير يعني بعد 40 سنة هيك الواحد لما يوصل سن معين أفضل لما يكثرش واجد من اللحوم. لا أنا ما زلت في العشرينات، شنو أصغر من 40؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا ما ندستش فيها هي عمري يا مروة، فكلهم عارفين. عندي تصالح، عندي تصالح مع الذات. أنا لأن بس الغاز متاعي شوية هيك مش قوي، وأحسن حاجة في الغيزان بتاعت القزاز والفرنيل مش زي النار، دي حرارتهم يعني اوطى شويه. هنحوض انا هذينا من التلايه ونخليها تطبخ او تقلي على مهلها. تقدروا بعد ما تنقلى اللي يحب يعني يدير لها صوص خفيف من فوق يحطها في الفرن، زي ما نديروا في البطاطا المبطنه بتاعتنا نديروا فيها الها، مش ديما يعني، مرات في بعض المناطق يديروا فيها مش كلهم.
بس تجي حلوه حتى هي بالصوص. هنخليها هيك شويه. هنجي انا هنا لسان العصفور. اليوم ما عندناش فرن، اليوم كله قلي. بالنسبه لسان العصفور حتى هي سهله وسريعه وما فيهاش اي حاجه. في عندي وصفه نفسها بالضبط، لما نحط لها الدحيه تطلع كانها دبله سبحان الله، لكن هيك تجي مختلفه، الدحيه تغير في الوصفه يعني. في عندي هنا نص كيلو دقيق، سهله جدا، يعني حتى ما تبيش مكيال وتقولوا مثلا مجدة قريتنا 500 جرام. تاخذوا الباكو بتاع الدقيق بتاع الكيلو وتقسموه بالنص وتاخذوا النص الاول. بس زي ما ديما نقول لكم ان الدقيق مرات ما يكونش يعني يا يشرب واجد يا ما يشربش. فانا شن حندير؟ حنخليها هكاي منين نشوف. الوصفه بتاعتي زي ما قلت لكم فيها نص كيلو دقيق وفيها تقريبا حاجه ربع الى نص زبده كوب سايحه، وفيها نص كوب زهر، وفيها شوية خل مش واجد كشيك صغير، وفيها رشة ملح ونص كشيك بيكنج بودر. هذه حدها. زي ما قلت لكم لو حطيتوا الدحية حتقعد كأنها دبلة. خلينا نشوف مقاديري كويس. هي خفيفة وسهلة بس فيها شغل. شوية ملح و بيكنج بودر والخل. الخل يخليها تورق، تخليها رطبة شوية في القلي كأنها يعني شوي مش واجد للدبلة، مش واجد كأنها دبلة. نقلبها شوية هكي. أنا البطاطا طريقة القلي متاعي كل شوية نقلب فيها، كل شوية نقلب فيها، كان بنديرها على الغاز. كب نحطها في القلاية، القلاية بصراحة مرة واحدة خلاص وأسرع. هناخذ أنا هنا الجلافز متاعي، نبدأ نعجن. هي تنعجن بزهر بس يعني، ولا فيها مية ولا فيها أي حاجة، السوائل متاعها زبدة وزهر، ولما تاكلوها كلها زهر. هناخذ توا بنت الخل فاحت، هناخذ توا الزهر ونعجن بيه. العجينه لا هي رطبه ولا هي ماسكه، يعني كويسه بحيث اني انا نقدر نحلها بالضرابه. الخطوه الثانيه هي اني نديرها كور ونفتحها بالضرابه، وبعدين نديرها في الطاجين بتاع الكريب. يعني خطواتها شويه هنا صمتات، لكن والله هي سهله. حاولوا انكم انتوا تنتبهوا وانتوا تصبوا باش ما تقعدش معاكم رطبه واجد. نطلع فاصل ونرد ونوريكم كيف انا عجنتها وقسمتها، ما تمشوش بعيد. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ولسان العصفور درت لكم هيك اثنين منها طرفين، وحنوريكم توا كيف حنكمل الباقي.
درتها في الفصل عشان ما ندوخ لكم شروسكم. زي ما قلت لكم انا مدبيه في رمضان، نبي نشوف حاجه خفيفه وسريعه ومش يعني حاجه تطول باش ما تذهبليش شيرتي، لان نحن عارفين وقت رمضان ضيق. هنفتحها يا اما بنشا يا اما بدقيق، بس الافضل نشا. زي ما قلت لكم هي راهو سهله ويعني مقاديرها مش وعرات، بس مشكلتها في قصه اني انا يعني الطريقه هذا مش على طول هي تنقلها زي الدبله. تنوريكم كيف هنديروا لها على الطاجين. ديروها رقيقه ماذا بيكم تقدر رقيقه. هذه من الحاجات اللي تنشرب بهن القهوه، وفي حتى اللي يفطر بها عادي يعني لناس معسله. تو انا عندي هنا الطاجين ساخن، شوفوا كيف حندير لها. يدوبك نحطها ما تاخذش حتى 5 ثواني هيك 6 ثواني على طول. اول ما نحسها بشويه هيك من فوق بدات تاخذ في لون يعني لون كيف الابيض شويه كيف بدا يبان، خلاص على طول حركها. شفتوها ما اخذتش يعني وقت طويل. اول ما تبدا معايا هيك تمسك تشد شويه تشد روحها يعني دوب ما نشممها للنار. والطاجين ما فيش حتى حاجه لا زيت لا زبده ولا شيء، لان هي اصلا فيها زبده. اول ما نشوفها من هنا مزالت شويه ناخذ نحطها مع خيتها ونغمها. تمام هيك كويسه. شوفوها تنوريها لكم. حط الزيت هنا اللي بنقلي فيه. شوفوها اللون متاعها يعني ما خذتش لون مثلا تحمير ولا كذا، دوب ما مسكت دوب ما تمسك. شن حندير لها؟ حناخذ بالطرف، خلينا ناخذ اللي درتها اول وحده ناخذها نلفها رقيقه هيك عادي. لو شققت ولا هيك ما تركزوش عليها واجد لان هي حتنقلها. لازم نمسكها من هنا دقيق وميه عشان ما تنفتحش. خليها شويه هيك. نجي للثانيه. شفتوا كيف سهله هي؟ بس الخطوه هذه بتاعت الطاجين هي اللي تحسوها كانها صعبه يعني لو درنا مقدار كبير، لكن هي والله مش واعره يعني. نديروها قبل المغرب وتقعد على فكره. نقدر نديروها وما نعسلوهاش، نخلوها وبعدين نسخنوا العسل ونحطوها في العسل. تقعد كانها جديده كانها مديوره توا يعني. من الحاجات اللي يندار انه يتخزن عادي حتى في الفريز. الزيت عندي حامي. بسم الله لا الله يربحك. خلي مطوب سنجاك. شوفوا كيف طريقة ال نقصوها من هنا. هذينا اخر حاجه نخلي فيها ينقلن مع للعيال اللي يحبوها مع العسل. اخر حاجه نقلوها ناخذوا بالوحده نزلوها. زي ما قلت لكم الاخيرات خلوهن هيك في الاخير. هذه مازالت ساخنه شويه بس عادي. خلاص هي ما فيهاش فكرة، نخليها تقلي وبعدين نعسلها ونرشلها من فوق جلجلان. بس انتوا حسيتوا ان هي فيها كم خطوة بس راهي سريعة وسهلة. وهذه ما ترموهاش، خلوها آخر حاجة للعيال الصغار. نخلوها تقلي على راحتها ونتلاقوا بعد الفاصل، ما تمشوش بعيد.
رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، والأطباقم تاعنا جاهزة اللي هي البطاطا المبطنة بالخضار ولسان العصفور المعسلة وعسلتها ودرت لها جلجلان حلوة وسمحة، وخذوها هيك ساخنة على المغرب ولا بعد المغرب كيف ما أنتم تحبوا. والبطاطا هذه زي ما قلت لكم خاصة بالناس اللي ما يحبوش اللحم، وتقدروا أنتم تديروها تغيير هيك بدل ما كل شوية لحم لحم تديروها بخضروات، وتقدروا حتى تزيدوا لها شوية دجاج اللي يبي، يعني اللي ما يبيش هي الوصفة زي ما هي ديروها كيف حتطلع معكم حلوة. أنا كملت اليوم معاكم، صحة فطوركم إن شاء الله وصحة شريبتكم، وانتلاقوا الحلقة الجاية ومن هنا لعند ما نشوفكم كونوا بخير.